استغلال الفرشات الباطنية، وأنت تعلم بأن هناك مع الأقل هناك مناطق في المغرب حيث الفرشات المائية الباطنية تشهد لنقل استنزافا لنقل مقلقا في سوس، أيضا في الشرق هناك هبوط أيضا لمستوى المياه الجوفية. كيف تتابعون أنتم هذا المعطى؟ أخي هذه القضية ديال الفرشة المائية الباطنية شيء خطير جدا، لأنه الماء اللي عندنا في باطن الأرض هو الاستراتيجي، يعني وقت الجفاف منين نحتاجوا الماء، منين كنجيبوه يعني من باطن الأرض. ومع الأسف الشديد ملي كنشوفوا جميع الفرشات المائية في المغرب مستنزفة جميع، وأكثرها في الجنوب مثلا كما ذكرتوا في سوس، لدرجة أنه يعني هذه الفرشة خوات تماما. وكاين دابا المياه المالحة اللي كتجي من البحر بقات كتعمر في هذه الفرشة، وهذا شيء خطير جدا ويجب الانتباه إليه باش يعني في وقت الجفاف الحاد كما ذكر الأستاذ العزيز عبد الملك سلوي، انه نحتاجها في واحد يعني كاين واحد الخط احمر لا يجب التجاوز عنه. ومع الاسف الشديد الان الناس الفلاح اللي عندهم يعني الامكانيات الماديه كيمشي كل يعني كيتسابقوا باش يهبطوا 100 120 130 وصلت 150 160 متر، لدرجه انه الفرشه المائيه الان في المغرب شيء خطير جدا. وذكر الاخ الاستاذ عبد الملك السلوي يعني هذا المشروع اللي كنا دايرين كهدف نوصلوا لمليون هكتار مسقي، الان كنتحدثوا على مليونين، وانا اتساءل هل الامكانيات المتاحه وهذه الموارد تسمح لنا باش نوصلوا لهذا الهدف؟ وهذا شيء خطير. ها حنا دابا كنشوفوا مثلا في ملويه نظرا لهذا الضغط اللي وقع وكنشوفوا تصريحات أستاذ بن عطاء، عفوا نعم فهاد النقطة نعم. تحديدا أن تسقي ليس معناه أن تبذر الماء، ربما أن تسقي مليون هكتار بأسلوب تقليدي هو أسوأ من أنك تسقي 4 ملايين هكتار ولكن بأساليب لنقول عصرية بالتنقيط وبكذا، يعني وسائل تحافظ على المياه وأيضا تحافظ على إكراهات الإنتاجية. أنت أصلا عندك إكراهات ديال الإنتاجية، ولوج أسواق جديدة، التصدير إلى غير ذلك. هل يمكن لعصرنة وسائل لنقول الاستغلال الفلاحي وأيضا السقي أن تساهم في ترشيد استهلاك الماء مع الحفاظ على لنقل الإنتاجية وتنمية الاستثمار الفلاحي وغير ذلك؟ ربما واحد الوقت كان يقابل لأنه التنقيط السقي بالتنقيط غادي يمكننا في الاقتصاد في المياه، ولكن في أرض الواقع اللي كنشوفه أنه بالعكس زاد الطلب على الماء من هذه التقنيات هذه مع هذه يعني السوارج اللي بدأت تبنى وتوسيع الأراضي المدينة. كان يعني أنه كان عندنا واحد الموريد كنا كنسقيو الأراضي اللي هي مساحات معروفة، والآن كنهضروا بنفس الموريد على توسيع هاد المحيطات المسقية في مراكز تاع الاستغلال والاستثمار الفلاحي، كان عندها يعني واحد الحجم اللي هو محسوب للسقي، والآن كنهضروا على توسيع هاد الأراضي. إذا توسيع الأراضي يعني أنه الموارد تحسنت، ومع الأسف الشديد الموارد هي إلا كانت يعني في الحالة اللي هي مزيانة غادي نحتفظوا على الموارد، ولكن الموارد راها زايدة في الشح وزايدة في أستاذ بن عطاء كيفاش؟ هناك نعم هناك تسابق مع هذا التغير المناخي، السياسة العمومية على الأقل تسابق مستوى وسرعة هذا التغير المناخي. هناك عشرات السدود الآن هي قيد الإنشاء، منها سدود كبرى وهناك سدود متوسطة، هناك أيضا سدود صغرى في عدد من المناطق في المغرب. هل يمكن أن يساعد ذلك في لنقل تعبئة المزيد من المياه التي هي في الواقع الكثير منها يضيع إلى البحر، في تعبئتها من أجل أن يتم استغلالها في تأمين الاحتياجات القطاع الفلاحي والصناعي وأيضا الاستهلاك البشري من الماء؟ أخي العزيز الآن يعني بن هاد الوسائل تاع السدود تمكن المغرب أنه يسيطر على جميع الموارد المائية
في يعني في الانهار المهمه بحال ام ربيع. الان ام ربيع ما بقاش يصب في في في, في المحيط. وكذلك احنا وصلنا لدرجه تاع ملويه انها وصلت منين كنستعملوا هذه الوسائل تاع محطه الضخ والسدود، وصل لدرجه انه ما بقاش يفرغ المياه ديالو، يعني انه من هذه الطريقه تاع السدود توصل المغرب انه يسيطر تقريبا 100% على الموارد اللي جايه في الانهار. اذا ما واش هو هذا الحل؟ يعني واش بالامكان نزيدوا عدد في الاراضي السقويه، الترشيد ديال المياه؟ يعني اسئله مطروحه على اصحاب القرار الان، واشنو يمكننا نديروا؟ ام ربيع شفنا ان ام ربيع ما بقاش كيوصل للبحر. ها احنا وصلنا كذلك في ملويه لواحد الدرجه انه الضغط على الموارد المائيه ما بقاش تسمح له. اذا واحد العداد ديال الانظمه الايكولوجيه ما بقاش تستافد حتى من الموارد ديال المياه اللي في الانهار، في الوقت انه المشرع كينص على ضروره الحفاظ على هذا الصبيب الايكولوجي اللي هو اضعف ما يمكن الانسان يحتفظ به، هو ذاك الصبيب الايكولوجي اللي يعني سماح الحياه البريه والبحريه والانظمه الايكولوجيه في هذا الوداد. هذا يعني وصلنا لواحد الحد انه الانسان سيطر على الموارد، ولكن في الاستعمال تاع حد فيما يتصل بنهر ملويه، هل ربما نعم. اذا عادت التساقطات بشكل جيد جدا في سنه فلاحيه جيده يمكن ان يعود ويسترجع مداه وصولا الى البحر، ام ان المساله لا رجعه فيها؟ احنا نطلبوا رب العالمين باش يرحمنا ويعطينا الغيث باش يعني نعمروا بعد السدود باش تكون عندنا المياه، وخاصه اللي خصنا نفكروا فيه وهو تغذيه الموارد الباطنيه. وهنا ما كاين حتى شي سياسه عندنا في الحال اللي كتخمم في تزويد المخزون الاستراتيجي، وهو جد مهم، وهو هذه المياه اللي كتمشي لباطن الارض راه هو هذاك يعني الفتحه ديال الاغاثه هي اللي يمكننا نحتاجها واحد الوقت جد مهم. طيب وكنشوفوا في الدول بحال الولايات المتحده كيحاولوا باش المياه اللي كتجي في الامطار باش يزودوا، كانت تقنيات اللي كتستعمل باش هذوك المياه تمشي للجو في الارض وتعمر ذاك المخزون اللي راه وصلنا لواحد درجه خطيره جدا لا قدر الله.